السلام عليكم. كنا الرباح ديال المنتخب المغرب الوطني وتنشكروا جميع تنشكروا شوف تي في. تبارك الله عليك الاخت ناديه. الله يحفظك. دياش. السلام عليكم. اليوم احنا فرحانين. المنتخب ديالنا ربح وهذا انجاز. حنايا اليوم فرحانين كيف ما كتشوفوا الساكنه ديال المغرب. هادشي خويا كنطالبوا مدينة خريبكة لوصي كتشيع ان شاء الله تعب كاس العالم ان شاء الله وتحية الحياة حياة ودوعة تحية ليكم اخويا ولاد خوادريا ولاد خوادريا ولاد خوادريا اخويا تحية ليكم ديما خريبكة ديما خريبكة تنلعب احلى ولاد مهكا احلى ولاد مهكا تحية لولاد درب جعفر بعدا ولاد درب سلافيدا وديما الكونغو وديما الكونغو وديما الكونغو وديما الكونغو وديما الكونغو لا 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 فرحة هستيريا هنا في عاصمة الفوسفات شوفوا الاحتمالات أشرف خو واحد كريم واحد كريم خو أشرف اليوم شافوا الحقيقة اليوم شافوا شي حاجة أجواء احتفالية بعاصمة الفوسفات في هذه اللحظات مباشرة من مدينة خريبكة. ديما خريبكة ديما لوسيكا وديما المغرب وديما درب جعفر تاني الهضره ديما والخوادريه الخوادريه تال الموت تحيه لولاد الخوادريه تحيه لولاد الخوادريه الحمد لله بعدا انا غنولي رجاوي انا غنولي رجاوي دابا الكعبي راه ملاعب موال بغيت نقول ليه كعبي كي ضحكنا كعبي لاعب شركة عمرو على مدينة خريبكة تبارك الله تبارك الله انت ما حشمتيش يعني كتهضر مع المغاربه كاملين بهذيك الطريقه راه معانا متتبعين يا تحترمهم ما كتمثلش خريبكه لا 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 ماشي ما تمثلش صراحة يعني فرحة هستيريا بشوارع عاصمة الفوسفات في هذه اللحظات. تحياتي خويا. أنا دابا كيفاش ربحتي 7000 درهم؟ 7000 درهم حنا لاعبين في وان اكسبريس حطيت أنا والدري 7000 درهم اللهم بارك في عصر الله كاملين كاملين
اليوم اللقاء وديكاس المغرب كل مشكل ايما لقراي ديكاس المغرب 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 والله شوف مشاهدي قناة شوف تي في أجواء احتفالية هنا بعاصمة الفوسفات. دوني أنا معاكم. دوني معاكم. الآن كنتواجدوا بحديقة الفردوس. ديما المغرب ولا المغرب ولا داكشي ما بغيناش نخسروا الهضره فرصه المغرب فرصه المغرب بين شوف فرصه المغرب ديديكاس قريب خلينا قريب فرحه كبيره للمنتخب الوطني وديما لونسيكا نتمنى ولا حتى هي ديما في القمه ديما في القمه ان شاء الله شنو الزاهيه يوم الزاهية في خريبكا غيكمل كل شيء بخير وعلى خير النتيجة فوق المنتخب المغربي ب 4-0 الحمد لله نتيجة مرضية ونتمنوا يدير لنا شي ماتش في كأس العالم ومبروك المنتخب الوطني ونربحوا مع البرازيل ونربحوهم الكعبي عنده مهارات ناضي كي ضحكنا بزاف العزو 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 عاونك اختي الله يحفظك ما عرفتش شنو عليه كاليتي مزيانه غيبين لك التليفون شوف فيديو تليفون شوف تيفي مخرجش لايف حنا عاد راوش نادي حنا البرازيل دوري دوري الهدف الله يرحمك المهم ديالك والله يشفيك ويسويك المعطاو يعني كما تشوفوا معايا اجواء احتفاليه مازال نمشيو لحدا المكانه نشوفوا الاجواء كيفاش دايره المعطاو بعد من المهمات تحية خويا تحياتي مبروك التأهل شنو رأيكم؟ شنو رأينا حنا فرحانين بالفوز ونتمنى المنتخب أنه يزيد يفرحنا في المونديال إن شاء الله إن شاء الله يا ربي مبروك مبروك التأهل تحياتي تحياتي لكم مبروك التأهل مرحبا بكم مبروك الانتصار والتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم نديو ان شاء الله مال نديو علاش لا ماشي صعيبه تبارك عليك نوجو تحيه للمنتخب الوطني بمكان الوزاد وتحيه يعني راضيين اليوم على الاداء ديالهم تبارك الله عليكم اداء موفق فرحوكم غادي نتمنوا مزيد من العطاء تبارك الله عليكم تحياتي خوني في السوها
إذن خليكم معنا، مازال غادي نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، شوارع عاصمة الفوسفات أكيد، نشوفوا سونتر بيل، نشوفوا وسط المدينة، نشوفوا إحدى المكانة كيفاش دايرة الأجواء. الآن حنا كنتواجدوا في وسط المدينة، أجواء احتفالية بوسط المدينة أمام المقانة اللي هي رمز من رموز المدينة. تحية لسيدنا مالي فينا باش طلعوا عندك. بيض الله! بيض الله! بيض الله! هذا 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 هذا